لو الحكاية فيها إن فيجو. أنا دكتور عمرو حسن، أستاذ مساعد نساء وتوليد كلية طب القصر العيني، هكون موجود معاكم النهاردة في الفيديو وهرد على موضوع مهم. في حاجة اسمها وسائل منع الحمل طويلة المفعول، أشهر حاجة منها هو اللولب. اللولب ده في الغالب بيبقى عمره من 5 سنين ل7 سنين، يعني هتروح لدكتور النساء هيركب لك اللولب هيقول لك إن مدته من 5 ل7 سنين طبقا لنوعه. بس خلي بالك، أنت مش هتروحي تركبي اللولب وتهربي، كل سنة هتروحي لدكتور النساء نعمل سونار نتأكد إن اللولب في مكانه. ليه؟ اللولب لو اتزحزح من مكانه ممكن إنك أنت تحملي. طب هتشيلي اللولب إمتى؟ لو عاوزة تحملي او خلصت مدته اللي هي 5 سنين او 7 سنين، او ابتدى يعمل لك مضاعفات. واشهر مضاعفات بيعملها اللولب قد يكون التهابات، لو هي التهابات شديده واخدنا علاج وما خفناش، يبقى في بعض الاحوال بنقول للستات نريح من اللولب. يعني ايه؟ هنشيل اللولب ناخد علاج شهرين وبعد كده نركبه تاني. اتمنى ان يكون فدته، ويا ريت لو اي واحده ليها سؤال تحطه في الكومنتات وهنجاوب عليه. وشكرا لموقع فيديو.